إنها البصرة، ثغر العراق الباسم، عروس الخليج العربي، نقطة التلاقي لنهري دجلة والفرات، فيحاء الجنوب الشامخة. وإذا ذكرت اسم البصرة فأنت تتحدث عن عراقة في التاريخ والوجود، وعن بقعة أرض تنضح بأغنى الثروات، تمتزج في أعماق جذورها الصلبة الثقافة والأدب والفنون مع الاقتصاد والزراعة والبترول. ولم تجد أي شاعر أو عاشق لم يتغنى بشوق أو حنين لمدينة الأدباء والمفكرين. العراق ما بعد 2003 حاول أن يعود إلى محيطه العربي، وذلك من خلال إعادة تأثيره في منطقة الخليج، ولأن العراقيين يؤمنون بأن الرياضة خير وسيلة للتقارب، فطرحوا فكرة استضافة كأس الخليج للمرة الثانية بعد بطولة عام 1979. هيئوا الملف واختاروا البصرة مكانا لطلبهم. خطر بالبال بأنه العراق يجب أن يكون ضمن التركيبة الخليجية كما كان في السبعينات والثمانينات، وشكلت هذه الفكرة بشكل كلش كبير. وفي آخر أول لقاء في أسياد الدوحة في أواخر 2006 تم التباحث مع الشيخ أحمد ومع بعض الأخوة وزراء الشباب العرب في قطر وفي الإمارات، ورأينا بأن هناك استجابة جيدة. ذهبنا إلى أبوظبي مع وفد كبير جدا، وهذا الوفد مؤلف من عدة شخصيات رياضية، وتم حقيقة الاتفاق على أنه نقدم الملف إلى الاتحادات الخليجية، وكان هناك حقيقة يعني دعم كبير من بعض الاتحادات، وقمنا بإقناع البعض الآخر. كل الدول استضافت يمكن 4 بطولات وخمس بطولات لدورات الخليج باستثناء العراق واليمن، لذلك كان العراق واليمن مقدمين على الاستضافة، والأخوان رؤساء اتحادات الخليج في وقتها كان صاحب السمو الملك الأمير سلطان والشيخ أحمد الفهد، والأخوان الشيوخ رؤساء الاتحادات الخليجية أيدت هذا المطلب، خصوصا كانت الجلسة برئاسة الأخ يوسف السرقال كان رئيس اتحاد الإماراتي كرة القدم. العراقيون عدوا ذلك نجاحا كبيرا لخطواتهم رغم عدم تأكيد إقامة البطولة بشكل نهائي، فالعراق بحاجة إلى دعم سياسي ورياضي يسهم في إنهاء القطيعة التي عانى منها في العقود الماضية. بالإجماع المجلس يدعم البصرة ونجاح البصرة. شكرا سيادة المحافظ، تفضل. دول تمثل عمق حقيقي للعراق وتمثل صداقتنا مع هذه الدول والعلاقات الأخوية والتاريخ المشترك، بحاجة إلى بناء علاقات حقيقية بين العراق وبين الدول الخليجية. الرياضة خير وسيلة للتقارب بين الشعوب والدول العربية، وبالتأكيد ستعيد العراق إلى محيطه العرب وتعيد العرب إلى أخوتهم في العراق، وهذا دليل عافي، وهذه حقيقة رسالة واضحة جيدة من أجل أن يكون التضامن العربي تضامن حقيقي مبني على تواصل وفهم متقابل بين الشعوب والدول العربية. الهاجس الأمني قد يكون هو العائق الأبرز الذي يتردد منه الخليجيون، فالعراق ما بعد 2003 لم ينعم بالأمن والاستقرار، الأجساد تمزقت والأرواح زحفت، ولم يمر يوم من دون تفجير انتحاري أو سيارة مفخخة، والفتنة الطائفية فعلت فعلها وأجبرت الكثيرين على الهجرة والمغادرة. الوضع اليوم في البصرة على وجه التحديد أصبح مختلفا بعد أن فرضت قوات الأمن سيطرتها بشكل كبير على المدينة، ولم يعد هناك أي
مظاهر للجماعات المسلحة، وهذا جاء بفضل عملية ما تسمى صولة الفرسان قبل 3 سنوات. البصرة بها العشار، بها النخل والأطيار، البصرة بها العشار، بها النخل والأطيار، حب الجار ويا الجار، حب الجار ويا الجار، يا محلى دنيانا نركب هوانا للبصرة جار، قولوا نركب هوانا للبصرة جار، نركب هوانا رجالة، وجايب حبيب الروح والروح جانا مركب هوانا. لا توجد مقارنة بين 2008 و2009 و10 و11، الوضع اختلف تماما والحياة مستقرة، وحتى حالات حظر التجول لم تحصل من 2008 من فرض القانون ولحد الآن، والمواطن يتجول ولم يحصل أي حادث على الطرق العامة. القوات الأمنية تفرض سيطرتها على المدن وعلى الطرق العامة ضمن حدود المسؤولية وحتى على الحدود الدولية، ولا يوجد شيء يقلق المواطن أو الشركات أو أي جهة تريد تعمل بالبصرة. وما يتعلق بالخليج أو دورة الخليج، فأعتقد يعني البصرة مهيئة تماما من ناحية الأمنية، والقوات الأمنية جاهزة لفرض الأمن بالكامل، ولدينا خطة متكاملة لهذا الموضوع. المساحة واسعة بين الماضي والحاضر، وأن الملفات الأمنية بدأت تأخذ بالتطور وتقترب إلى مراحل متطورة، وبدأنا نشهد العديد من المرافق السياحية، من انفتاح الشركات الاستثمارية. الحمد لله، يعني البصرة تختلف عن بقية المناطق. البصرة مدينة اقتصادية، البصرة مدينة سياحية، البصرة مدينة رياضية بها منافذ كثيرة، وأعتقد هي سبقت غيرها من المدن باستتباب الوضع الأمني. الوضع الأمني جيد جدا، وإحنا البصرة اليوم أصبحت مدينة اقتصادية، مدينة سياحية، واليوم إذا شاهدون راح إن شاء الله يصير عندنا خليج 21 بالبصرة. كما تعرفون بأن الاتفاقية الأمنية نصت القوات الأمريكية تترك البلد نهاية 2011، وراح يكون الاعتماد كل على القوات العراقية، وأنا أطمن كل المشاركين بأن القوات الأمنية تفرض سيطرتها بالكامل وكافية لفرض الأمن. صحيح أن التحسن الأمني بدا واضحا على البصرة، ولكن المشاكل السياسية لم تلق نهاية حتى اللحظة، فما زالت الصراعات مستمرة على الاستحواذ لقيادة هذه المدينة الغنية بثرواتها، فيما أهلها يشكون الفقر والبطالة ونقص الخدمات. المشاكل السياسية موجودة بكل الدول، يعني حتى بالدول الخليجية الآن أكو مشاكل، أكو نوع من الاضطرابات، بس هذه تعبير عن وجهات النظر واختلاف وجهات النظر، هذه مو فد مشكلة حقيقية تأثر على الوضع والوضع الأمني. التحدي القائم عندنا إحنا الآن هو استكمال مدينة رياضية، وإن شاء الله تستكمل موعدها المحدد أو قبل الموعد المحدد، واستكمال المشاريع الأخرى. خلافات المشاكل السياسية موجودة في كل دول العالم ولا تؤثر، وربما الرياضة توحد هذه الخلافات وتزيل هذه الخلافات، والبصرة وشعب العراق عموما والحكومة العراقية تواقة إلى موعد لقاء العرس الخليجي القادم. هناك أحزاب إسلامية قادت العملية السياسية كمنصب يعني رئاسة مجلس المحافظة والمحافظ، لحد الآن لن نجرب حقيقة الشخصيات المستقلة. هذه المدينة تحتاج إلى شخصية بصرية كفوءة، أتمنى أن تكون هذه الشخصية شخصية اقتصادية أكثر مما تكون شخصية سياسية، وأن تكون شخصية مستقلة. قدرها أنها حدودية مع 3 بلدان، إيران والكويت والسعودية، فكانت الواجهة الرئيسية لمعارك النظام السابق مع جيرانه، فنالت ما نالت من دمار وخراب، وتداعيات تلك الحروب ما زالت تلقي بظلالها على أجيال البصرة المتلاحقة. أمراض كثيرة وعديدة ظهرت في هذه المدينة التي يسكن فيها قرابة 3 ملايين نسمة،
الصحة تنفي زيادة في معدل الوفيات جراء تأثير مخلفات الحروب، والبيئة تؤكد سلامة الأجواء وتقلل من خطورة انبعاثات اليورانيوم المنضب. يستطيع كل إنسان اليوم أن يطلع على إحصائيات منظمة الصحة العالمية ويرى بأم عينيه، يرى هل هناك تخوف وهل هناك زيادة في معدلات أمراض سواء سرطان أو غير سرطان في محافظة البصرة أو في العراق. أكو اختلافات طبعا، إحنا دولة نامية ودولة من الدول التي تقع في المؤخر من الدول ذات التنمية البشرية العالية بالقياس إلى أوروبا، بس إحنا نتساوى مع بقية الدول الموجودة سواء في المنطقة أو في قارة أفريقيا أو شرق آسيا. يعني مو ذاك الاختلاف الذي يجعلنا تتخوف الناس من السفر إلى العراق أو إلى البصرة. فأعتقد هذه المبالغ بها هذه التصريحات الإعلامية، وإحنا تعودنا عليها حقيقة هذه التصريحات مع السرطان. السكراب سواء اللي كنا نشك به أنه ملوث أو الغير ملوث، اليوم مدينة البصرة مدينة نظيفة خالية من كل مخلفات العسكرية، الآلة العسكرية السابقة. لا أجد سبب حقيقي الحقيقة أنه يخلي الأخوان الخليجيين أشقائنا أنه يعسفون أو يحاولون نظرتهم حول نظافة المدينة. المدينة نظيفة واللي احنا نعيش بها بشكل ممتاز، لا توجد مخاطر حقيقية، لا يوجد تهديد حقيقي لهذا الموضوع، لا توجد هناك إشارات أو توجد علائم أو أي دلالات على وجود تلوث. والله هو بالبصرة يعني موجودة إشاعات بسبب الحروب التي يعني اللي صارت بالبصرة، بس مو بمركز المدينة. الإشاعات الموجودة اللي هي موجودة خارج نطاق المدينة على حدود المدينة. الحمد لله إن نشاهد إنه الناس عايشين في البصرة حياة طبيعية والأمور ماشية على أحسن ما يرام. فإذا كان هناك أمر يقلق الجميع فأتصور هذا الشيء يعني غير موجود. أنا بالنسبة لي باحتكاكي مع الناس اللي موجودين في البصرة والتواصل معهم للآن يعني. البصرة الواقعة أقصى جنوب العراق تمتاز بخليط سكانها، فهي تجمع الأديان والطوائف والمذاهب، ومنذ العصور القديمة تعرف بمدينة التآخي. وقفت أمام جميع محاولات الفرقة والتقسيم، وكانت صلبة بوجه من حاول إثارة النعرات الطائفية والدينية لتبقى لوحة متجانسة تجمع ألوان الطيف العراقي الواحد. البصرة هي مدينة مسالمة منذ التاريخ، وهي ضمت في ثناياها أطياف عديدين: المسيح، الصابئة، السنة، الشيعة، ويعني هذه الحياة فيها أصبحت واضحة المعالم. التعايش الاجتماعي ينقسم إلى قسمين جغرافيا، حيث أنه ليس لنا هنا في البصرة عندنا مناطق، هذه منطقة سنية وذيك منطقة شيعية، يوجد اختلاط في السكن أقصد في المناطق بكاملها في البصرة. أنت تجد منطقة الزبير، قضاء الزبير، فيه السنة والشيعة يتعايشان ضمن المنطقة الجغرافية الواحدة. إذا لا يوجد عندنا عزل من ناحية جغرافية. أنا حقيقة أعتبرها رمز للتعايش السلمي ما بين محافظات العراق. لم نشهد يعني، وهذا ليس مجاملة، أي تهجير قسري ولا تفجير الكنائس، وهذه حقيقة معروفة لدى الجميع. والمحافظة يعني تشهد بهذا الشيء يعني منذ زمن يعني بعيد. خلي يطمئنون إخواننا في الخليج أن البصرة ربما هي ما مهيئة فنيا، ربما الآن أكو استعداد كبير للتهيئة الفنية، لكن أما يعني هل هي ما مهيئة
مثلا من ناحية المذهب ومن ناحية لا أبدا. فأعتقد يعني هاي المرحلة اجتزناها من فضل الله سبحانه وتعالى. مدينة تاريخية أثرية تعتز بانتمائها العربي، فهي تمثل العمق لأشهر القبائل الحجازية والكثير من عشائر الجنوب، وبخاصة البصرة لها امتدادات واسعة في القبائل الخليجية ولها صلات لم تنقطع، متحدية بعد المسافات وتأثير السياسات. تعتبر البصرة امتداد عشائري لجميع دول الخليج، حيث أن أكثر دول الخليج وشعب أهل الخليج يبتدون عشائرهم من شمال العراق إلى جنوبه، للبصرة خصوصية خاصة للخليج. حتى كانت البصرة في الزمن القريب تسمى سوق الخليج، كانت بلاد واحدة هي، كان أهل الخليج يعني تربطنا بهم علاقات مصاهرة ونسبة وقرابة وخولة، يعني احنا كنا أقربائنا بالخليج وأهل الخليج. وانت تشوف قاعد الخليجيين موجودين الآن في البصرة ويتمشون براحتهم ويطلعون ويسوقون، واحنا نروح للخليج والكويت ودول الخليج جميعا، ما عدنا أي مانع بهالموضوع هذا. مهما تكون ومهما تغير الأزمنة والسياسات، هذا لا يأثر على العلاقات الاجتماعية، وإن كان يشوبها بعض الشيء السياسي أو بعض الأجواء السياسية الشائبة، ولكن لا يشوب الأجواء الاجتماعية فيما بينات الأسر المترابطة ما بينات. كل عشيرة موجودة بالبصرة لها جزء موجود بالخليج عموما، بني خالد غير بني خالد، عشائر كثيرة اللي احنا بيننا وبينهم يوجد جزء هنا جزء موجود بالخليج. العوامل المشتركة بين البصرة والخليج العربي تتعدد وتتنوع، والفن له النصيب الأبرز. الفولكلور الشعبي متقارب ومتداخل في الكثير من التفاصيل، والخشابة البصرية المشهورة لا تختلف عن نظيراتها الخليجية الأخرى، وقد تكون قريبة من اللحن والأداء واللهجة. أيوة. هناك فنون عديدة متقاربة بين الفن الخليجي والفن البصري، فلهذا البصرة تعتبر من المناطق الخليجية. شعراء الخليج دائما يقرون بالبصرة، شعراء البصرة يقرون بالخليج، اللهجة مفهومة، الكلام مفهوم، الموضوع اللي يتناولونه هو موضوع البحر، هو موجود بالبصرة وبالخليج. حتى أغاني البحر اللي كانت موجودة موجودة بين البصرة والخليج، نفس الشيء. عاصمة العراق الاقتصادية تصدر يوميا أكثر من 2 مليون برميل نفط، وتمتلك 3 موانئ تجارية إلى جانب مناطق زراعية، فضلا عن وجود مطار بمواصفات دولية. ولكن البصرة ورغم غنى ثرواتها فما زالت تعاني من نقص كبير في الخدمات. حكومة بغداد أقرت ميزانية كبيرة للمساهمة في تحسين أوضاع المدينة كي تكون بمنظر لائق، وهي تستقبل أبرز حدث رياضي بعد 2003. مساهمة البصرة في استضافة الحدث ليست فقط منشآت رياضية، منشآت رياضية بسهولة نكملها، وإنما البصرة تحتاج أن تكون البنية التحتية في كاملها موجودة. أعتقد أن البصرة تحتاج إلى الكثير من العمل لاستضافة خليج 21، لأنها تحتاج إلى بنى تحتية، فليس هنالك فنادق كافية لاستضافة العدد الكبير الذي سوف يصل إلى البصرة، وليس هنالك شوارع كافية، وليس هنالك أي خدمات تؤهل أن تكون المدينة، وذلك نحتاج إلى الكثير من العمل من قبل المستثمرين ومن قبل الحكومة المحلية في البصرة. لا، إحنا بدأنا بمشروع الكهرباء. نعم، أنا من أقول لك يعني بدأنا بمشروع الكهرباء، بدأنا بإحالة طريق مقصر، بدأنا بالتصميم الأساسي للطريق الذي يربط بين المطار البصرة وبين المدينة الرياضية، بدأنا بالتفاوض مع وزارة الإسكان برصف وتأهيل شط البصرة الكبير القريب من المدينة الرياضية، وهذه كل مشاريع حيلت إلى شركات عالمية قد تباشر خلال الأيام القريبة القادمة.
حركة الطيران في البصرة بدأت تنتعش عن ذي قبل، فالعديد من الشركات العملاقة في المنطقة بدأت بالتوافد بعد تحسن الأمن ونشاط الحركة التجارية. مطار البصرة إن شاء الله جاهز لاستقبال الطائرات بجميع أنواعها. إن شاء الله هناك طائرات سوف تهبط من قبل الخطوط الجوية التركية وخطوط لفتانزا الألمانية. نحن الاستعداد على تطوير المطار بدعم من وزارة النقل والمواصلات وبدعم من الحكومة المحلية. إن شاء الله سوف تقام مشاريع عديدة في مطار البصرة الدولي. وجدنا أهالي بأطفالهم وأسر أتوا للترحيب بأول رحلة منتظمة من مملكة البحرين إلى البصرة، وهذه أيضا نرى أن لها أهمية الحقيقة كبرى، لأنها تدل على أن هناك في وجود تصاهر ما بين الأسر في إقليم البصرة وفي مملكة البحرين. قلة الفنادق ونوعيتها قد يكون العائق والتحدي الأبرز الذي يواجه البصرة إذا ما تأكد خبر استضافتها لخليج 21، لأن فنادق المدينة من 5 نجوم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. المسؤولون العراقيون قللوا من شأن هذه العقبة بإيجادهم بدائل أخرى. أنا حالياً رئيس مؤسسة السجلاء السياسي، عندي 1000 وحدة سكنية لازقة بالمدينة. هاي 1000 وحدة سكنية متفق مع دولة رئيس الوزراء بأنه هو يكون تقريباً هاي المدينة تخلص بتقريباً أواخر 2012. هذا المدينة تستفاد منه مدة شهر زمان لكبار الضيوف، ويستفاد من عدها للإعلاميين، وكذلك يستفاد لبعض ضيوفنا من الدول الخليجية، ونجهز هذه البيوت بشكل كامل وبشكل لائق لضيوفنا الكرام، ثم تتبرع هذه المستلزمات إلى السجين السياسي الذي بنينا له هذا البيت. موضوع الفنادق أهم موضوع، موضوع اللي يتعلق بتجميل المدينة هذا أيضا هم موضوع مهم جدا. أنت تعرف راح يجوك وفود، راح يجوك زائرين، أنت ما راح تعصرهم مكان واحد. إحنا المدينة هي كلها يحتاج لها تأهيل، فهذا التأهيل إحنا ردناه يكون قبل وقت، هسه ما يقدر ما يلحق، يعني باقي تقريبا أقل سنتين. والقرار أنت من راح يعطوك قرار، يعني أنت هسه متخوف تنتظر، يعني تشوف ما عندك حركة سريعة، ليش تنتظر القرار؟ قرار بعد 2 أو 3، هذا كله ينحسب في أو ينحسب يعني من وقتك كله. لاحظ أنه الوقت ليس كافي لإعادة يعني أو إبناء هذه الشقق السكنية أو بناء فنادق تكون قريبة من المدينة الرياضية، والمواطن أيضا يرى بعينها إلى هذه اللحظة لا ألاحظ يعني وجود تحركات جدية. صحيح أكو مشكلة قد لا تكون المكان بقدر ما موجود عندنا في قطر أو في دبي، ولكن حتما ستكون أحسن من اليمن. أنا واعد كل ضيوفنا وأعزائنا الخليجيين بأن يكون المكان حتما أحسن من المكانات الأخرى. المتتبع للرياضة العراقية بعد سقوط النظام يعلم أن الخلافات والتقاطعات كانت السمة البارزة، فاتحاد كرة القدم ليس على ود ووئام مع الحكومة منذ أكثر من 5 سنوات متتالية، والاتهامات المتبادلة لم تهدأ، والفيفا تدخل كثيرا لوقف التدخل الحكومي في عمل الاتحاد، وحتى بشأن التحضيرات لخليج 21 لم يتفق الطرفان على صيغة عمل مشتركة. والاتحاد مسؤول عن هذا الملف، أما الأمور الأخرى هي أمور ساندة للاتحاد، مثل ما الاتحاد جاء توجيه من الحكومة العراقية نريد نستضيف البصرة، الاتحاد سعى وجاب البطولة واستلم علم البطولة وأخذ قرار من رؤساء الاتحاد بالخروج. أما ما يحتاج البصرة وما تحتاج التنظيم يجب أن يكون تنسيق في كل هذه الجهات لدعم هذا الحدث، لأن هذا الحدث ليس يمثل اتحاد كرة القدم وإنما يمثل وجه للعراق المشرق باستضافة هذا الحدث. بس هذا مو صحيح بصراحة. أولا البطولات الخليجية تعرفون هي بطولات حكومات أكثر من بطولات اتحادات، لأن الحكومات يعني بصراحة تأخذ قرار المشاركة وعدم المشاركة، وبطولة الخليج ما معترف كلش عن طريق من قبل فيفا بأنه بطولة أقليمية دولية. لذا نحن بالعكس قد يكون هناك نوع من الفاصلة بينه وبين الاتحاد، والسبب
بمسائل يعني قد تكون مو أساسية. البصرة تحتاج إلى جهد كل شخص، كان وزارة الشباب أو أولمبية أو اتحاد كرة القدم أو أي جهة برلمانية أو سياسية أن تسند هذا المشروع، لأنه هذا تحدي. نحن نؤكد بأنه يجب أن تقام انتخابات، هم لحد سيمددون من عندهم يلجؤون إلى الفيفا. اتخذ قرار سياسي بلغت به بأن تؤجل الانتخابات إلى بعد عام إلى أن تحل المشاكل العالقة اللي موجودة بخصوص اللوائح الانتخابات أو بخصوص مكان ومقر الانتخابات. نسد هذا الملف منا شهر بعد، ما أتصور أكو مجال يتمدى أكثر من هذا، ونقيم الانتخابات. ما أعتقد هناك يعني عائق في إقامة الانتخابات. الاتحاد قر الاتحاد حاليا لحد شهر 8 هو يعني اتحاد شرعي، والمرحلة الثانية ستكون في 7-6 إن شاء الله موعد إجراء مسألة الانتخابات. أخذوا حق 70 شخص وأكثر من 30-40 نادي بصراحة بجريرة بظلم، طبعا تأذى اعتيادة تأذى. أما من يصير رئيس الاتحاد والله يهمني بصراحة، ولا يهمني من يصير رئيس الاتحاد. هناك منع سفر ومنع عليا دخول لبغداد موجودة، هذه الأمور حاليا بعض الأخوان البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين يزولون هاي العوائق لوجود هذا. يعني قلت قايل لهم يعني إذا تزال هذه العوائق ما أقدر أقود اتحادي من بغداد، يمكن هذا يكون عائق في استمرار عملي لخدمة العراق في المرحلة المقبلة. هاي مصلحة البلد، فالمفروض من اللجنة الأولمبية والاتحاد يعني يتكاتفون في سبيل مصلحة البلد. يعني أكيد هم يتمنون أنه يصير البطولة في البصرة، فأعتقد المشاكل الثانوية هاي المفروض يعني يحلوها بأسرع وقت، لأن يعني الملف مثل ما قلت 6-9 أشهر. فمصلحتنا إحنا كعراقيين أنه تكون البطولة في البصرة. تسعة أشهر حددتها الاتحادات الخليجية ومر أكثر من نصفها، والعراق متخوف من صدور قرار النقل والتأجيل. الحكومة العراقية شددت على أن البصرة ستكون جاهزة قبل الموعد، وهددت بموقف سياسي حازم في حال إعلان قرار عكسي. لا القرار ما قلت نحتاج إلى قرار سياسي، قلت إن شاء الله لا نتحدث عن قضية بعد ما موجودة، ولكن أنا متفائل بأن القرار السياسي الخليجي واضح دعم العراق وإسناد العراق في محنته أو في عمله. إحنا من يكون هناك موقف سياسي أكيد لا نعلم الحكومة العراقية بهناك موقف سياسي أو توجه بعدم إقامتها بالعراق. أما في مسألة المواقف الرياضية لا تزال الأمور بخير، أما يكون تدخل سياسي هذا فوق عمل الاتحاد كرة القدم وحتى فوق يعني عمل سواء اللجنة الأولمبية، وإنما يجب أن يكون هذا الموقف يرفع للدولة العراقية، وبالتالي الدولة العراقية من خلال قنواتها الدبلوماسية توجه بدعم وتسهيل العقبات اللي قد تكون نتيجة تدخل السياسي بهذا الجانب. نعتبر بأنه عدم إقامة خليجي 21 في البصرة بصراحة أعتبر إهانة للعراق بصراحة. نحن اتفقنا وصرفنا مليار دولار أمريكي على مشروع إقامة، ونحن مطمئنون بأننا سننفذ المدينة للشهر الرابع والخامس 2012، وبالتالي المدة كافية لإقامة هذه البطولة. أما القضية تسيس هاي قضية اعتياد، راح تكون لنا موقف بصراحة بهذه القضية. نتمنى ما تصير صفقات سرية حتى تتحول البطولة إلى أي دولة خليجية، يعني مع احتراماتي للبحرين. هذا الموقف يحتاج الشعب العراقي ويحتاج العراق، ونتمنى تكون مواقفهم جيدة كما كانت في السابق إن شاء الله. لا توجد أسباب سياسية إلى الآن، لم نشعر أنه أكو هناك فرق في نقل البطولة. ولأن العراق والبصرة خصوصا لا تملك الملاعب اللائقة، فكان لابد من إنشاء مدينة داخل مدينة. مدينة البصرة الرياضية رصد لها مليار دولار، ويتواصل فيها البناء نهارا ومساء. ملعبان رئيسيان، الأول بسعة 65,000 متفرج، والآخر 15,000 متفرج. 8 عمارات سكنية للوفود المشاركة،
أربعة ملاعب تدريب، قاعات رياضية، ومركز إعلامي كبير، إلى جانب مرافق سياحية أخرى. كل هذا يتم تشييده داخل هذه المساحة المقدرة بخمسمائة وثمانين دونما والواقعة بالقرب من قضاء الزبير. صراحة العمل جيد جدا، وإن شاء الله كما قلت احنا الشهر الرابع تكون المدينة جاهزة وفق متطلبات خليجي واحد، يعني خليجي أو خليجي 21. الوزارة بالواقع وضعت مواصفات راقية جدا، ونقدر نقول أفضل مواصفات معتمدة ضمن الاستاندرات العالمية، أيضا اعتمدت ضمن المدينة الرياضية، وستكون كما تم تصويرها في التصوير الافتراضي. سيكون للمدينة الرياضية مستوى راقي نفتخر به كعراقيين وكبصريين. يعني تجاوز 50% بشكل عام نسبة الإنجاز لكل المشروع، بعض الفعاليات تجاوزت أكثر، يعني الملعب الرئيسي، بنايات ملعب الثانوي، يعني نسب متفاوتة، بس بشكل مجمل عام بالنسبة للمشروع تجاوز 50%. المدينة الرياضية بها فائدة للكل، يعني إذا قمنا الآن بطولة كأس الخليج فأكيد بالاستطاع أنه مستقبلا أنه العراق بإمكانه أنه يستضاف مباريات أو بطولات. تمر الأيام وأولى اللجان تصل البصرة. وفد هندسي يمثل الاتحادات الخليجية يطلع على مراحل العمل في المدينة الرياضية. تقرير كتب للجهات العليا ولا يعرف ما مدى رضا الزائرين على مراحل البناء حتى اللحظة. والجميع يتساءل، هل ستنتهي البصرة من إنجاز منشآتها أم أنها ستحتاج إلى مزيد من الصبر والانتظار؟ احنا اليوم موجودين للاطلاع على هذه المدينة الرياضية كمرحلة أولى، والمرحلة الأولى هي اللي تهمنا في تقييمنا المنشآت بالنسبة لبطولة كأس الخليج خليجي 21. فريق العمل قائم بواجبة، فأتوقع العراق قد المسؤولية بأنه يوصل بالمشروع إلى بر الأمان. حول الجدول الزمني وما طلبوا من المتطلبات من الشركة المنفذة جاهز بالنسبة لهم، واستفساراتهم اللي قدموها كانت إجابتها مريحة للوفد اللي زارنا، فإن شاء الله الأمور تسير على ما يرام خلال هذه الفترة الزمنية اللي محددة لإقامة هذه البطولة بدون أن تكون عوائق، يعني تؤخر عمل أو سير ما هو متفق عليه. أكبر هاجس يراودنا هو مسألة الوقت. نعتقد أن الوقت المتبقي قصير جدا، ولكن أنا أود أن أؤكد أنه إذا ضافرت الجهود وتم العمل ليل نهار أعتقد بأننا نستطيع أن نقهر هذا التحدي وأن نحقق إنجاز للبلد بشكل عام وللبصرة بشكل خاص. أتمنى أنه نحذو حذو الدول الخليجية في بناء الملاعب، في بناء المنشآت الرياضية. أكيد هذا ينطي دعم إحنا إن كلاعبين إحنا أنه نرجع في بلدنا نلعب. يا ألف مرحب بكم، كل الأطياف وكل عشائرنا الأصيلة وكل فريج، هذه جيتكم البلسم للجروح، وهي مي زمزم يطفي للحريج. انتم النخوة الي وقت اللزوم، والنفاح انتم الي لومر نضيج. وهذا ملعبكم مضيف الرافدين، يبرج ويلمز لو صار البريج. عالي بعلو الجبل من يجي السيل، عال بد ما يهاب من يوصل غريج. ما يقع جذع النخل برض النخيل، وما يهزه لو تسونامي يهيج. هذا بيت العرب وعراب البنوه، وهذا أهل، وهذا بيت أهل الرياض بالخليج، هذا بيت أهل الرياض بالخليج. الزيارات تتوالى على البصرة. وفد أمناء سر الاتحادات الخليجية يلقي نظرة فاحصة على منشآت المدينة الرياضية والاطلاع على المرافق التي ستساهم في استضافة خليجي 21.
زيارة لم تستغرق أكثر من 6 ساعات، ولكنها حملت الكثير من الرسائل والمواقف. دول مشاركة داعمين البصرة في استضافة الخليجي 21، لأن احنا نعرف أن هذه البطولة مهمة للجميع، أن هذه البطولة الإرث اللي تتركه دائما للشباب الرياضي مفيد جدا ويطور في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. سعيد جدا جدا بما شفته من المشاهد الرياضية، بالتأكيد يعني وضع المشاهد الرياضية ومعدلات الأداء والإنجاز يتبشر بالخير وهي في الطريق الصحيح، وأعتقد أنه يعني مستواه راقي جدا ويرقى ويصل إلى مستويات العالم ويستوفي الشروط المطلوبة في مسابقة كرة القدم. يعني أبرز ملاحظاتهم كانت فيما يتعلق بإسكان الجمهور، يعني مشجعي البلدان، وأعتقد هذا يقع على عاتق محافظة البصرة بتأمين الفنادق بتأمين السكن لهؤلاء المشجعين. هذه مشكلة حقيقية يجب أن توضع في الحسبان ويأخذونها بجدية. مسؤوليتنا طبعاً متابعة المنشآت الرياضية طبعاً وأماكن الإيواء، فالتقرير راح نصب على هذا الشيء. لحد الآن إحنا عندنا في التقرير إن في يعني تقدم بنسبة 3% من الجدول الزمني، وهذا شيء إيجابي جدا، فمعناها ان هذا الشيء راح يتم احنا المتابعة مع الاخوان كمتابعة لغاية مثل ما قلت لك شهر 9، وبالتالي نقدم التقرير النهائي لرؤساء الاتحادات. نشأ تلعب كرة حلوة، حوار، يلا حوار، جول 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 جول. الله أكبر يا عالم، فقل انتون نشيلك. الله أكبر يا عراقنا عندك زلم، برواح الضحيلك. الله أكبر. الله ينورهم للملاعب من تفوت الخاطرك ودنا نموت، للملاعب من تفوت الخاطرك ودنا نموت، ما نقول احنا ايش نسوي، الناس خل تحكي لك. الله أكبر. طبرة بياخذها بمرطة برا من خير محمد، كرة معه، هجمة وصرة في عرض الملعب، كرة خطرة في حيطة من جول. الفريق العراقي شارك لأول مرة في بطولة الخليج العربي في عام 76، وأقيمت هذه البطولة في دولة قطر، فشارك بها الفريق العراقي، وكان الفريق يعني الحصان اللي معول عليه أنه يفوز بالبطولة، وفعلا حققنا نتائج كبيرة جدا ما عدا المباراة النهائية. صارت مداخلات، يعني بعض المداخلات من المسؤولين والتدريب، كان مدرب الفريق اسكتلندي داني ماكلينن، كانت مكرمة الرئيس أحمد حسن البكر للاعبين دور سكنية، فما كانوا الثاني يوم الصبح يبلغونا ب 11 بالليل سووا اجتماع وجمعوا اللاعبين، ثاني يوم عندنا مباراة وبلغونا بالخبر هذا، فتعرف الفرحة مثل الحزن، يعني يبقى واحد ما إصابة أرق ما ينام، فشانت فرحة يعني كبيرة بالنسبة للاعبين. وطبعا تعرف السهر هو يقتل اللاعب، فثاني يوم أثر علينا على المساواة، يعني السهر هو اللي أكثر شيء. وسيطح مغطي على أحمد، بلعبها عرضي ثوري، هذه أحمد، هذه أحمد بيصلحها بيلعبها وصلاة تخذ كرة حلوة ملعوبة، دور
وعاد من بعدها في بغداد لخطف الكأس الأولى عام 79، وحصل فيها العراقيون على كل الألقاب وفازوا في جميع المباريات. يضرب هدف عادي، يسجل الهدف الثاني للعراق. طبعا كانت فرحة ما تتصور، يعني شنو اللي لأول مرة ياخذ الفريق العراقي هالبطولة. كان الجمهور ملعب الشعب واخذها باستحقاق، يعني مو نتيجة يعني بس فوز، لا فوز وتقديم مستوى جيد. مرة أخرى إلى عدنان درجان، وكانت هناك جائزة لأول هدف يسجل بالبطولة، الحمد لله أحرز هذا الهدف، وأيضا أسرع هدف أخذت على قطر في الدقيقة الأولى، وهداف البطولة والرقم القياسي مثل ما تفضلت 10 أهداف في البطولة. يمكن الألقاب اللي حصلنا عليها في تلك البطولة سواء على الصعيد الفردي أو كفريق منتخب عراق كان يعني دخل من الباب الذهبي أو العصر الذهبي للكرة العراقية بذاك الوقت. في 82 انسحب العراقيون من المنافسات قبل الختام بجولة واحدة وكان متصدرا الترتيب. قرار العودة إلى بغداد منح الكأس إلى الكويت. الانسحاب جاء يوم 1/4، فإحنا صورناها كذبة نيسان وبلغونا بها رئاسة الوفد، لذلك لم نصدق بأنه الفريق أن ينسحب. إلى أن يجي القرار الرسمي بالانسحاب يلا صدقنا، ويعني غادر الفريق البطولة للأسف. اللي عنده لياقة أزيد هو اللي يصمد بالملعب، لأنه هذا الوقت الإضافي مو سهل. وفي كأس الخليج السابعة في مسقط عاد أبناء الرافدين لانتزاع اللقب الثاني بعد الفوز في مباراة فاصلة على حساب قطر بفارق ركلات الترجيح. في البطولة السابعة في مسقط حصلنا على البطولة في مباراة فاصلة مع قطر، يعني تعادلنا بالنقاط وبالتالي لعبنا مباراة فاصلة وفزنا بضربات الجزاء، وكان اللقب الثاني للعراق. حقيقة كانت بطولة قوية، والشيء اللي كان مميز فيها وهي ضربات الجزاء، يعني العراق أول 3 ضربات جزاء أضاعها حسين سعيد وناظم شاكر وعدنان درجال، ومع هذا فزنا بالبطولة، يعني هذه نادرا ما تحدث. في النسخة الثامنة عام 86 شارك العراق بالصف الثاني ليتنازل عن لقبه لمصلحة الكويت. وفي الدورة التاسعة في الرياض سطر الراحل عمو بابا اسمه في السجل الذهبي لكؤوس الخليج عندما حصل كمدرب على ثالث بطولة. عدي حبيب وكرة عكسية قدام على راسه، لكن بطولة الخليج التاسع عام 88 في السعودية كانت بطولة قوية جدا، المنتخبات كانت في أوج عطاها وأوج قمتها، نتذكر الفريق السعودي، الفريق الإماراتي، الفريق القطري، كلهم كانوا منافسين، فريق الكويتي كلهم منافسين، فريق عراقي. البطولة كانت يعني اعتبرها امتياز لفريق عراقي، حقق الفوز، لم يخسر ولا مباراة، أقل فريق عليه أهداف، فريق اللي سجل أكثر، أحسن لاعب من عندنا كان حبيب جعفر، الهداف أحمد راضي، فبطولة كانت ناجحة في كل المقاييس. وفي النسخة العاشرة في الكويت انسحب العراقيون بقرار سياسي، مشاركة توقفت لأكثر من 13 سنة بعد غزو العراق الكويت. والله هي أتصور يعني ما كان الغرض من عندها الانسحاب المباراة الإمارات. تعرف دورة الخليج اللي صارت في 90 في الكويت كان هناك
أزمة بين السعودية والكويت على شعار البطولة، وعلى أثرها انسحب المنتخب السعودي وهو مشارك بالبطولة، كون الشعار يمثل معركة بين الأشقاء الكويت والسعودية في ذاك. لذلك كانت اتصالات بالاتحاد العراقي بوقتها بالتسعين أن يجب أن العراق ينسحب تأييد للسعودية على غرار ذلك. لذلك كانت هاي الأمور يعني مبهمة بالنسبة لنا كلاعبين أو كرياضيين، لكن يعني فوجئنا أنه بعد المباراة أن يعلن العراق انسحاب بناء على يعني أداء الحكام في البطولة، وأعتقد الغرض كان هو يمكن تأييد الانسحاب السعودية من البطولة في تلك المباراة. البداية كانت في الدوحة 76 والعودة كذلك من الدوحة 2004. خليجي 17 شهد عودة أبناء الرافدين إلى محيطهم الخليجي، عودة لم ترافقها أي إنجازات، 4 مشاركات متتالية واللقب ما زال غائبا عن بلاد النهرين. فهذا الجيل الذهبي للعراق الذي نال كأس آسيا 2007 والمركز الرابع في أولمبياد أثينا لم ينجح في معانقة الكأس المصممة بأيد عراقية. دورة الخليج بعودة العراق ب 2004 أخذت منحى آخر بأنه العراق يشكل رقم صعب والعراق يشكل عنوان للبطولة. يمكن الجماهير العراقية اللي شفتها سواء بالدوحة أو في أبوظبي أو في مسقط أو حتى في عدن كانت هي فاكهة البطولة وهي البطل الحقيقي لبطولات دورة الخليج. يعني الجماهير العراقية أينما يحل المنتخب العراقي تكون مساندة ومشجعة ومؤازرة له. كنا نتمنى أنه نتأهل للمباراة النهائية ونحضر اللقب للجماهير العراقية، بس هاي الحمد لله والشكر قدر الله ما شاء فعل. من خلال مشاهدتنا كأس الخليج يمكن دائما أنه الفريق اللي يكون هو المنظم هو دائما المرشح القوي، دائما ما يحصل على البطولة أو يصل إلى المباراة النهائية ويكون منافس قوي. فأتمنى أنه تكون بطولة الخليجي اللي تقام في البصرة تكون من نصيب منتخب العراق، يعني مثل ما تعرف راح تكون على أرضنا بين جماهيرنا. إذن خليجي 21، هل سيطأ أرض البصرة أم سيغير الوجهة إلى المنامة؟ ولادة الجواب ستتضح بعد انتهاء 9 أشهر.